السلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نكون عباره على وصفه اللي كتشوفوا ديال الكرواسه. واحد الكرواسه البنات اللي كتجي رطيبه وكتشهي شيشه. نوريها لكم هنايا من بعد ما طابتها، هي كيما كتبان لكم راه رطيبه وكتجي زوينه ولذيذه، خاصه للدراري الصغار اللي كيبقاو يتفشوا علينا. الصراحه راه زوينه وكتعجبهم بزاف، تصلح للغوتي وتصلح حتى في الشهوات ديال رمضان ان شاء الله المقبل. بالنسبه لاول حاجه البنات، غادي نجي نبدا معكم مقادير مباشره، وانتم غتلقاو مكتوبين في الباط فوق لتحت اللي تشوفوا واحد المثلث كاين هنا تحت الفيديو، غادي كليكيو عليه يطلع لكم المقادير. غادي نكتب لكم المقادير في التحت وانا نخدم معكم مباشره. غنخلط معكم العجينه ديال هاد الكرواسه. كما قلت لكم البنات، هاد الكرواسه صراحه زوينه زوينه بزاف، كنصحكم تجربوها. بالنسبه لاول حاجه عندنا هنايا المقدار ديال جوج بطاطس متوسطه، من بعد ما كنسلقوهم وكنمعكوهم حتى كنحصلوا على العجين ديال البطاطس المسلوقه. كنزيدو ليهم بيضه واحده، هنايا جوج بطاطات يكونوا متوسطين، كنزيدو بيضه واحده كلها، من بعد كنزيدو كاس ديال نص كاس ديال الحليب، عفوا هاهو الحليب تعبروا بالكاس ديال العلبه. عندنا هنايا نص كاس ديال الحليب، والحليب يكون دافي البنات، ما يكونش سخون، يكون غير دافي شويه باش يخمر لنا العجين دغيا. عندنا نص كاس ديال الزيت الرومية، عندنا هنايا نص كاس ديال سنيده مشرية هاد المقطع البنات، عندنا هنايا قبصة ديال الملح يعني شوية الملح. كما قلت لكم كنزيدو نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال سنيده وقبيصة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجين، صغيرة تكون عامرة ديال الخميرة النوع الثاني، كيبقى اختياري ماشي مشكلة. انا كنستعمل هادي معلقة عامرة ديال معلقة صغيرة. عندي هنايا نص خمارة حمراء ولكن غنخليها تنظيفها مع الدقيق. ودابا غنبدا في الخليط، غنخلط المقادير كلهم مع العجينة ديال البطاطا. كنبقاو نحركو حتى كنحسو بالعجين تخلط، ديك السنيدة دابت لينا. من بعد كنزيدو الدقيق شوية بشوية، بالنسبة للدقيق كيبقى على حسب الخليط، يعني كنعجنو حتى كنحسو بالعجينة رطيبة ومجموعة يعني مكتلصقش لينا في اليدين، صافي تنحبسو. دابا نزيد نص خمارة حمراء، يعني فقط نصف الخمارة. نكمل العجين ديالي كما كتشوفوا ونرجع معكم. من بعد ما جمعت العجين غنجمعو ونغطيه واحد 10 حتى 15 دقيقة حتى يخمر ليا. هو من بعد ما خمر البنات، دابا هنا راهو كما كتشوفوا راه الحجم ديالو تقريبا راه ضاعف، العجين راه خمر. دابا غنجمعو ونخوي منو عاوتاني هداك الهواء اللي فيه، غندلكو شوية حتى كنخرج منو هداك الهواء. عاد غنقسمو على تلاتة د الكرات يكونو متساويين. غنجمعو كيما كتشوفو البنات العجين راه مكيتلصق ما حتى شي حاجة، ويكون رطيب يعني منكتروش ليه الدقيق باش منجمعش العجينة قاسحة، من بطو ما تكونش مرخوفة وكتلصق. غنكمل الكوار ديال العجين ديالي وغنحيدو. بالنسبة للمقطع ديال الأول عجينة مشالية البنات، غندير معكم غير هاد الثانية، هاد الكرة الثانية، هاد المقطع الأول مشالية ما كانتش كان فيلمي، ما خدمتش الكاميرا.
المهم كنديروا الدقيق على سطح العمل وكنبقاو ندلكو 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 هذيك الكره، وكنحاولوا نحافظوا على الوزن الدائري، يعني ما نديروهاش حوجه من شي جناب، يعني نحاولوا نحافظوا على الوزن انها تخرج لينا دائريه وحنا كندلكو، وتخرج لينا العجينه، يعني كنبقاو ندلكو حتى كتكون العجينه رقيقه، يعني باش ما كانت رقيقه راه مزيان، ما تنترخوهاش بزاف. دابا غتشوفوا السمك ديالها كيفاش غيولي الا غنسالي. غنبقى ندير الدقيق ونقلب العجينه ديالنا في كل مره، هاي ملي كتشوفوا السمك ديالها يعني راه رقيق. من بعد كناخذوا الموس ملي كنساليو من الدلاك، كنسطروا هذا الخط في المنتصف، راه يبان لكم البنات جهه كبيره من جهه راه غير الكاميرا، اما هذاك الخط راه جا في المنتصف. غناخدو عاوتاني كناخدو العبار ديال الكرواسين كما كتشوفو هاد المسافة، كنبقاو نقطو، يعني متقطعيش على ربعة، حيت إلا قطعتي على ربعة كيخرجولك هادوك طروفا صغار، يا إما كبار بزاف يا إما صغار. كديري هاد الطريقة، كتقسمي غير على النص، من بعد كتاخدي المسافة اللي بغيتي اللي كتبان ليكم تقريبا قد هكا، وتبقاو تقطعو. غنجيبو طريف ديال الزبدة، أي نوع ديال الزبدة اللي عندكم اللي كنتو تستعملوه، كنحطو طريف ديال الزبدة ونحطو عليه طريف ديال الشوكولاتة بحال هكدا، ونبداو نلويو كيف تشوفو بحال هكدا، وكنحاولو على هاد الجنب نضغطو عليه باش ما يخرجش لنا داك الشوكولاتة والزبدة إلا دابو من بعد فاش كتطيب العجينة، باش ما يخرجش لنا داك الخليط ديال الزبدة والشوكولا. صافي كنبقاو ندورو بحال هكدا حتى كنكملو، وهاد الطرف هذا كنحاولو نديرو لتحت نضغطو عليه باش يلصق، وندوروها شويه بحال هكا باش تجينا بحال الهلال كما كتشوفو، باش تجي بحال هكدا بحال الهلال. ندير معاكم واحدة أخرى نفس الطريقة، كنبقى نلوي وكنضغط على هاد الجنب باش منخليش فيهم الفاء الخوا ملي تخرج الشوكولات، وكنحاولو نجبدو العجينة، يعني مكنلويوش مكنخليوهاش مخوفة، كنحاولو نجبدو وحنا كنلويو بنفس الطريقة. هاد الراس ديال العجينة كيجي لتحت، وكنبقاو ندورو بحال الهلال بحال هكدا. غنكمل بنفس الطريقة الدائرة ديالي، كنكمل جميع الطروفة ديال الكرواسون. بالنسبه للشوكولاتة البنات يمكن لكم تستعملوا داك الشوكولاتة ديال الغراب، يعني اي نوع ديال الشوكولاتة اللي عندكم، يمكن لكم ديروا معلقة راس معلقة ديال الزبدة وديروا راس معلقة ديال الشوكولاتة، ولا نصف معلقة صغيرة ديال الشوكولا، كيبقى اختيارية. كنبقاو ندورو بنفس الطريقة، وحنا كنحاولو نلصقو جنب، وهاد الطرف دائما كيكون لتحت باش ما تحلش ليك الكرواسون ملي فيه الطيب، ما درتيش في الجنب غادي تحل ليك. بالنسبه للكميه البنات راه كتخرج الكميه كثيره، يعني دابا انا راه نعمر هنايا لاطا، وغيبقى ليا ديك الكره الثانيه وهاد الشويه اللي كتشوفو، ومن بعد ما سالي دابا نغطيو معاه الثاني باش يخمروا المره الثانيه، ومن بعد ما خمروا البنات كنغطيهم حتى كيخمروا ديك ربع ساعه والثاني حتى كيخمروا، عاد كنجيو للمرحله الثالثه اللي هي اللي كنستعملوا فيها اصفار بيض والجنجلان للتزيين. بالنسبه لاصفار بيض كنضيفوا ليه واحد نص معلقه صغيره ديال الخل باش يعطينا داك البغيو، من بعد ما تيخمر البنات واحد ربع ساعة ولا حتى 20 دقيقة على حسب الجو،
كيبان لكم الضعف يعني تزادوا الفرون عاد كننسو نخرجو من الفرن. غندير ليهم السمجلان دابا من الفوق كما كتشوفو، وغنكمل كمية ثانية يعني نكمل هاد الشويه اللي بقى ليا وغندخلها للفران. بالنسبه للفران البنات كنشعلو لتحت يعني بحال يعني كتكون العافيه ناقصه، بحال الطريقه باش كنطيبوا الكيكه ملي كتكون مهيله حتى كنحسوا بهم طابوا شويه من تحت تجمعوا وعاد كنشعلوا الفوق كثر كتطلع لهم كتلقاي يعني ضاعف الحجم ديالهم، وكنبان لينا بلي قرب يطيبوا من تحت عاد كنشعلوا الفوق باش كيتحمروا. نكمل جميع المقادير ونعاود نرجع معكم تشوفوا الطرف من بعد ملي كيطيبوا او من بعد ملي كيطيبوا ما طاب كما كتشوفوا كيكونوا حمرين، يعني الفوق كتحاولوا ما تشعلوش من الاول حتى كتحسوا بهم تجمعوا من تحت عاد كتشعلوا الفوق باش غير يتحمر باش يعطينا هذاك اللون كما كتشوفوا المذاهب مرطيطين وكيجوني خفيفين وكيحماقوا عليهم الدراري البنات، خاصة بالنسبة للدراري حيت هما اللي كتلقاي معاهم مشكل، ماشي أي حاجة كتعجبهم، هاد الكرواسون راه غير مكتعجبهم. وبالنسبة فاش كنقول لكم زيرو هما كما كتشوفو هو الشكلاط كيبان خارج، يعني هادي بحال ما زيرتهاش وخرج الشكلاط من هنايا. وكدا كنكون ساليت الفيديو، سلام عليكم البنات، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.